يلا، في البداية لازم نعرف الـ structure of the nervous system. زيه زي أي system بيبقى معمول من organs، والـ organs معمولة من tissues و cells والكلام ده كله. فالـ cells هي أساس طبعا أي system، فالـ cells هنا اسمها the neurons. ودايما أقول للـ student خد بالك، نيورون بتاع النيرفس سيستم، نفرون بتاع الكيدني، بتتلخبطوا بين الكلمتين كلكم كويس. نفرون بتاع الكيدني، نيورون بتاع النيرفس سيستم. فالنيورون ده هو النيرف سيل نفسها، اسمها كده. ينفع اقول نيرف سيل بالتاكيد، بس انا بعمل حساب دايما لازم نبقى عارفين الساينتفك اكسبريشن بتاعتها. النيرف سيلز بتبقى سبيشاليزد سيلز، ليها شكل معين غير بقيه السيلز كلهم، وبتبقى سبيشاليزد عشان تو بيرفورم ا سيرتن فانكشن اللي هي بالنسبه لها ذا ترانسميشن اوف امبلسز. طيب بتجيب الامبلسز منين بقى؟ اول حاجه لازم يكون في اي ستيمولس. طب يعني ايه ستيمولس؟ يعني اني تشينج، اي تشينج حصل، زي ما اخذنا قبل كده raised blood pressure، في مثلا change in the in the chemistry of blood، الكربون دايكسيد زاد، كل ده stimuli، pleural stimuli طبعا. حاجه مثلا external زي اللايت، اللايت نفسه stimulus to the eye بيخلينا نشوف، الساوند، الكلام ده كله اسمه stimulus او stimuli. فبتبقى في عندنا receptor cells بتبتدي تعمل detection للستيمولاي دي. اول ما الريسبتور سيلز بتعمل ديتكشن للستيمولاي بتبقى اكتيفيتد، فبتبتدي تبعت في امبلسز، لحد لما الامبلسز طبعا بتاخد سيرتن باثوي، لسه هتكلم عليه بالتفصيل، بس انا بقول لك فكره الايديا اوف ورك بتاعت النيورون. الامبلسز دي بتفضل تاخد كده مسارات معينه لحد ما بتوصل تو ذا افكتور organ. الايفكتور اورجن بقى من اسمه كده اتس شوينج ان ايفكت، او بمعنى تاني بتعمل اي ريسبونس. يبقى لكل الستيمولس، اي ستيمولس في الدنيا لازم يكون له ريسبونس، وبيبقى عن طريق الباثوي ده المسؤول اللي فيه او اللي بيوصل الانفورميشن، ده اللي احنا بنقول عليه ذا امبلس، وبيتوصل عن طريق النيرفز. طيب كل لما بيكون الانيمال مور كومبلكس، كل لما بيكون النيرف سيستم بتاعه طبعا مور كومبلكس. فالانيمالز زي مثلا الهيومنز، دول عندهم اكتر نيرف سيستم ويل موديفايد وادفانسد، يعني اعلى نيرف سيستم هو بتاع الهيومنز على طول. طيب عندنا انواع من النيورونز دي. في نيورونز بتوصل الستيمولس، دي بقول عليها the sensory neuron، يعني السنس الريسبتور سيل ده من السنسوري نيورون. وفي عندنا نيورونز كده اللي هي بتوصل الامبلسز للايفكتور اورجن، اسمهم the motor neurons. هنشوف طبعا اشكالهم دلوقتي. ما بين السنسوري نيورون والموتور نيورون بيكون في عندي another type of neuron اسمه the relay neuron، ساعات يقولوا عليه the connector neuron عشان بيعمل connection ما بين السنسوري والموتور. طيب ده، هل ده هو النيرف؟ لا، النيرف سيلز بقول عليهم the nerve fibers. طيب تعالي نشوف كده او نراجع مع بعض النيرف سيل كده بسيمبل دروينج، شكلها عامل ازاي؟ بتبقى شكلها طبعا احنا دايما نرسمها كده، لكن هي شكلها بيبقى بيت مختلف عن اللي احنا بنرسمه. بتبقى عامله كده، دي طويله قوي قوي كده، واندينج ان برانشز، وهنا بيكون في برانشز برضو. برانشز دي بتبقى اكستنسيف، يعني مش اتنين كده زي ما انا رسمت. الجزء ده اللي فوق ده بقول عليه the cell body.
تمام. السيل بودي ده بيعمل الماتيريال اوف ذا برين اند ذا سباينال كورد، يعني اساس النيرف سيل هو الماتيريال، السيل بودي هو اساس النيرف سيل او النيورون، وبيعمل الماتيريال اوف ذا برين اند ذا سباينال كورد. يبقى بيبقى فيها نيوكليوس، فيها سيتوبلازم، تمام زي اي سيل عاديه، بس ما ال it does not have centrioles. دي السيلز الوحيده اللي في البادي ما عندهاش سنتريولز، والسنتريولز دول لو تفتكري هم اللي كانوا بيطلعوا السبيندل فايبرز عشان السيل تعمل ديفيجن، فاكراهم؟ الاي اس دي بقى ما عندهاش، يبقى ما تقدرش تعمل ديفيجن اصلا. تمام. ف once damaged خلاص it will not be، يعني ما فيش اي سيل ثانيه will replace it. في بعض الاجزاء كده ما بين النيورونز بتعمل بعد الريبيرنج تو ذا دامج، بس مش اي دامج، يعني في دامج ساعات بيحصل خلاص بتبقى كل النيورون انتهت. طيب وات اباوت ذيز، الاجزاء دي اسمهم دندرايتس، والدندرايتس دول بيبقوا متشبكين في حتت كده اسمها ذا دندرونز. طيب ايه ده بقى؟ ده كده اللي هو النيرف فايبر، طبعا احنا بنسميه او له اسم اسمه the axon، والترمينال برانشز دي هي اللي بتوصل للإيفكتور او بيتعمل بيها كونكشن مع الريلي نيورون. هناخد ده كده واحده واحده، بس انا عايز اقول حاجه على الاكسون ده. الاكسون ده ممكن يكون طوله فيو مليمترز وممكن يوصل طوله to 1 متر، وهو ده اللي بسميه the nerve fiber. مجموعة بقى nerve fibers من دول كأنهم كده عاملين bundle، كذا nerve fiber جوه كده، طبعا بيبقوا thousands. البندل على بعضها بقول عليها the nerve. تمام. يبقى العصب او النيرف اللي احنا بنتكلم عليه ده، ده عباره عن a bundle of nerve fibers. طب ايه النيرف فايبرز دي؟ هي الاكسونز بتاعه النيورون. تمام لحد هنا. تعالي كده نبص مع بعض على الثري تايبس اوف نيورونز بقى، ونعرف كل واحده بتعمل ايه بالظبط. اول نوع ده، ده هو السنسوري نيورون. قلت لك سنسوري وموتور وريلي. السنسوري نيورون بتبقى السيل بودي بتاعته ان ذا ميدل كده، او مش في البدايه. انا عندي مثلا سكين فور اكزامبل، البينك ده، ده كده الجزء ده هم الدندرايتس اللي انا كنت مطلعاهم من السيل بودي، يعني انا كنت راسمه لك دي، دول كده اللي هم الدندرايتس اهم، كويس. وبعدين ده كده الاكسون كله، السيل بودي في النص كده. الاكسونز دي لما بتنتهي بتنتهي ببرانشز، البرانشز دي بتبقى كونكتد للريلي نيورون. هنا كاتبين لك ايه سينابتيك بالب ومش عارف ايه، يعني هنا في سينابس هتحصل مع الريلي نيورون. يعني ايه سينابس؟ يعني هتيجي الجزء ده يبتدي يتواصل مع الجزء ده بالشكل ده، كأنهم بيعملوا كونكشن مع بعض، بس طبعا هم ما بيبقوش يعني ستيكينج توجذر. لا هناخد طبعا السينابس شكلها ايه. ده شكل السنسوري نيورون، وملناش دعوه بقى بالتفاصيل دي، لسه هقولها واحده واحده كده. ده بيعمل ايه بالظبط؟ كاريز ذا امبلسز من لو اكسترنال انفايرمنت زي اي حاجه بره السكين، او انترنال انفايرمنت زي اللي احنا اخدناها بتاعت الساينسز اللي موجوده في الكاروتيد ارتريز والاورتا، ما هي فيها سنسوري ريسبتورز، بارو ريسبتورز وكيمو ريسبتورز ودارسين ده كله. فدايما دي بتاخد الستيمولس تعمل له ديتكشن وترجمه في صوره امبلسز، والامبلسز بتمشي كده عشان توصل لحد الريلي. طيب عاده الريلي دي دايما بتكون in the CNS او في البرين او السباينال كورد، دي
بتكون في البرين او في السباينال كورد. فيبقى معنى كده لما الامبلسز بتمشي كده بتوصل للريلي نيورون اللي هي موجوده في البرين او في السباينال كورد. طيب الريلي نيورون معنى كده ان هي ريسيفينج ذا امبلسز من السنسوري نيورون، وبعد كده الامبلسز بتمشي كده وتوصل لحد ذا اند which is connected مع الجزء ده في الموتور نيورون. لما انت شايفه كده الريلي نيورون شكلها غريب كده، يعني دول كده بقول عليهم the dendrons اللي هو انا كنت قلت لك عليهم هنا dendrons، وده كده the axon، وبتبقى كمان السيل بودي بتاعتها in the middle. في المنطقه دي عند نهايه الاكزون بيكون في branches بتعمل joining مع السيل بودي بتاعت التانيه. طب ايه دي بالظبط؟ ده بقى الموتور نيورون. الموتور نيورون هو اللي هياخد الامبلسز وهي ماشيه كده تدخل كده وتبتدي تمشي توصل لحد ذا effector organ. الايفكتور organ هو اللي هيعمل عمليه الريسبونس. عاده الايفكتور organ ده يا سلمى بيكون يا اما ماسل يا اما جلاند، تمام؟ لان هي دي اللي بتعمل الريسبونس. طيب تعالي كده ارسم لك الكلام ده كله بنفسي كده، وبعد كده انا هرجع للبيكتشر دي وانس مور. انا عندي مثلا كده هنا انا سنرسمه بالمقلوب يعني غير اللي هم عاملينه. لو كده السكين مثلا از سنسوري اورجن، يعني السكين وان اوف ذا سنس اورجنز زي ما احنا عارفين، بيبقى فيه كده الامبلسز او سوري الستيمولس بيبقى ديتكتد فبالسنسوري نيورون. Sensory neuron بيحول أو receiving the impulses، فبسمي ده the receptor cell. يعني ال receptor cell هي النيورون أو السنسوري نيورون نفسها، بتاخد أو detecting the stimulus اللي جاي من السكين وتحوله في صورة impulses، والimpulses دي تمشي كده، وبعدين بتقابل الريلي نيورون او الكونكتور نيورون. بس انا سايبه المسافه اهي. والكونكتور نيورون ده موجود فين بقى؟ في البرين والسباينال كورد، او بمعنى تاني في السنترال نيرفس سيستم. فبتبدا الامبلس ان هي تمشي كده. بتعدي ازاي بقى؟ لسه هناخدها. محتاجه ان يوصل الامبلسز لل الموتور نيورون. الموتور نيورون اهو كده الدندرايتس بتاعته، ولو دي كده السيل بودي بتبقى في الاول، وبعدين الاكزون والتيرمينال برانشز بتاعته. فالامبلس هيمشي كده يوصل فين بقى؟ لحد الايفكتور اورجن، يا اما بتبقى ماسل يا اما بتبقى جلاند وات ايفر بقى. فيبقى كده انا عندي ده sensory neuron وده relay neuron وده motor neuron وده كده ال effector organ اللي هيعمل ال response بتاعنا. ال relay دايما موجود in the central nervous system. يعني ايه central nervous system؟ يعني ال brain and spinal cord. ده كده أساس شغل النيرفس سيستم، عبارة عن transferring of impulses ماشية من مكان لمكان، تتنقل من one nerve to the other، تروح على البرين spinal cord. هو ده شغل النيرفس سيستم كله، عبارة عن مجموعة impulses بتتنقل from one place to the other، وبالطريقة دي بيحصل coordination وcontrol على البادي بتاعه. طيب بالنسبة للنيرف، أنا قلت إن النيرف عبارة عن باندل أو باندلز، على فكرة ما بيبقاش باندل واحدة، يعني النيرف كده مثلا بيبقى معمول من several bundles، وكل باندل من دول معمولة من thousands of nerve fibers. خليني أعملها بأنذر color كده كتير
عامله عارفه زي السلك بتاع الكهرباء اللي متغطي من بره، اه عارفه لما تفتحيه تلاقيه مليان كده سلك سلك سلك، طبعا ده ولا حاجه جنب النيرف فايبرز يعني، دي بتبقى ثاوزندز. فدول اللي هم الاكسونز اللي انا قلت لك عليهم، دول النيرف فايبرز اسمهم ذا اكسونز في الاصل. طيب المفروض ان انا يبقى عندي بقى different types of nerves، ما دام انا عندي different types of neurons كده يبقى مفروض ان انا عندي different types of nerves. ايه هم بقى ال different types؟ يا اما النيرف يكون كله معمول من sensory fibers، فبقول عليه the sensory nerve، يا اما بيبقى معمول من موتور فايبرز اونلي بتاعت الموتور نيورونز، فبقول عليه ايه موتور نيرف. وفي بعض النيرفز بيبقوا واخدين الاثنين مع بعض، عشان كده بقول عليه ايه ميكست نيرف، يا اما بسميه سنسوري موتور حسب نوع النيرف بقى. فيا اما النيرف بيبقى كله عباره عن سنسوري نيرف فايبرز او كله موتور نيرف فايبرز، وفي بعض النيرفز بتبقى سنسوري موتور يعني ماشي فيها بوث تايبس اوف نيرفز. طيب يلا بقى نشوف كده الفانكشن او الستراكشر اند ذا فانكشن اوف ذا نيورون. رجعلك بقى دي مره تانية كده، وهو اكتر نيورون احنا بنشتغل عليه بالنسبه مثلا للليرنينج بتاعنا هو الموتور نيورون، لان هو ده الشكل يعني، يعني دول فيهم something كده special أو not like الموديل نفسه بتاع النيرف فايبر أو النيورون يعني، من ناحية إن هنا الهيد في النص هنا، وبص الدندرايتس بتبقى شكلها كده عجيب، لكن هنا لأ، هنا ده الايديال نيورون عشان نقدر إن احنا ندرس عليه. زي ما قلت لك من شوية إن الجزء ده اسمه the cell body، وبيبقى موجود بيعمل the material of the brain and the spinal cord، وبيبقى فيه nucleus من جوه وcytoplasm. السيتوبلازم هنا بيبقى مليان بالميتوكوندريا، فاكرة ما كنت دايما أقول إن السيلز الأكتيف سيلز، فاكرة دايما أقول في أكتيف سيلز معينة in the body فبتبقى الميتوكوندريا فيها كتير، فده بنفس الطريقة، ده عنده ميتوكوندريا كتير جدا عشان دي طبعا اكتيف سيلز ومحتاجه مور انرجي. طيب في من جوه اورجانلز بس without السنتريول، في بقى جرانيولز موجوده على فكره فيهم كلهم اسمها ذا نيسيل جرانيولز، هما الكتاب بتاعنا كاتب لنا كده، هي مفروض فيها اي هنا بس هم كاتبينها كده، فانا عامل زي الكتاب نيسلز جرانيولز، تبقى كده تتنطق نيسلز مش نيسيل جرانيولز. النيسيل او النيسلز جرانيولز دول عباره عن جروبس اوف راف اندوبلازميك ريتيكولوم ورايبوزومز. طيب يبقى معنى كده ان في بروتين هيتعمل في النيرف سيل. طب ايه البروتين ده؟ ده البروتين ده هو ذا نيورو ترانسميتر. طب يعني ايه نيورو ترانسميتر؟ ده عباره عن الكيميكال اللي بينقل لي الامبلس في الوصلات اللي انا قلت لك عليها. فاكره لما قلت لك في جاب كده اتس كولد سينابس، فالنيورو ترانسميتر ده هو الكيميكال المسؤول عن توصيل الامبلس فروم وان بليس تو انذر. فده عباره عن اي كايند اوف بروتين، وفي منه انواع بقى، في اسيتيل كولين، في دوبامين، لسه هناخد الكلام ده قدام شويه. طيب يبقى النسيل جرانيولز دي عباره عن جرانيولز مليانه بالراف اندوبلازميك ريتيكولوم وعليها الرايبوزومز بالتاكيد عشان تصنع السيرتن بروتين اللي هو ذا نيورو ترانسميتر. اوكي، والنيرف سيل او النيورون عندها برانشينج ات بوث اندز، يعني عند السيل بودي البرانشز دي اسمها ذا دندرايتس، وعن طريق الدندرايتس بتعمل ريسيفل تو ذا امبلسز. يعني لو انا مسكت السنسوري دي
دول اللي سوري دول مصممه ان هم دول انا، دول اللي بيعملوا عشان هم رسمينها بالعكس غير ما انا دايما برسم. دول بيعملوا ريسيفنج للستيمولس، وهنا اهم they receive the stimuli من الدندرايتس. دول بيعملوا كونكشن كمان مع يا اما مع مثلا سنس اورجانز زي السكين، يا اما كونكشن مع اذر نيورونز عن طريق الدندرايتس دي زي ما وريتك من شويه، كلهم كونكتد كده توجذر. دايما في النيورون بيبقى في اللونج اكزون اهو، هنا الاكزون بتاعه اتس نوت ذات لونج، عشان دي شكلها بقول لك بتبقى كويت ديفرنت من التانيين. وبيبقى عندها يعني ده بيبقى بقول عليه اللونج فايبر، وبيبقى عندهم فايبرز ثانيه اقصر شويه زي دي كده اسمها ذا دندرونز، والدندرونز بتعمل برانشنج اسمهم ذا دندرايتس، لكن الاكزونز بتعمل برانشز لها اسم يعني، بس هم دايما يقولوا عليها ذا تيرمينال برانشز، هي اسمها الاصلي تيرمينال اربورايزيشن. اربورايزيشن يعني معناها لوكينج لايك ا تري، لان كلمه تري بالفرنش يعني ارب، فسموا دي ذا اربورايزيشن يعني شبه التري. لكن ممكن تقولي طبعا تيرمينال برانشز اوف ذا اكزون، يعني مش بيستخدموا كلمه اربورايزيشن دي خالص. طيب تعالي نشوف كده يعني ايه نيرف امبلس. النيرف امبلس ده اكتبه بس هنا كده عشان لما يجي ديفينيشن ابقى فاهمه يعني ايه ان امبلس. الامبلس ده عباره عن التايني الكتريك ايفنت. طب هل هو الكتريستي فعلا زي اللي طالعه من اللي بتشغل لنا الحاجات؟ لا طبعا، ده عشان التشارجز اللي موجوده على الايونز فبتبقى بوزيتيف ونيجاتيف، فشبهوها بالالكتريك كرنت كده عشان هو كمان معمول من تشارجز. فده بقول that it is a tiny electric effect event produced by charges. طيب التشارجز دي بتبقى فين؟ بتبقى دايما موجودة on the inside and the outside of the cell membrane بتاع الاكسون نفسه او بتاع النيورون ككل، او بمعنى تاني التشارجز دي موجوده on both sides of the neuron membrane. طيب ايه الممبرين ده؟ سيل ممبرين يا سلمى، زي اي سيل بتبقى surrounded by a cell membrane، دي كمان سيل فحواليها سيل ممبرين، والسيل ممبرين بقى عامل surrounding من اولها لاخرها، يعني الاقي سيل ممبرين في المنطقه دي كده والسيل ممبرين surrounding الاكسون كمان. فكل لما دام دي سيل يبقى دايما من بره بيبقى فيه السيل ممبرين. فلو انا عندي charges on the inside والoutside of the membrane هم دول اللي انا بسميهم the impulses. يبقى الimpulses هنا tiny electric event produced by charge differences between the outside والinside of the neuron membrane. ده definition of the impulse. طيب هو بيتعمل من ايه؟ زي بقول لك بيتعمل من الايونز البوزيتيف والنيجاتيف ايونز لما بيبقوا موفينج along او from the outside to the inside، ودايما بيبقى لازم عندي بروتين تو كاري ذم. بروتين بقى زي ايه؟ زي السيل ممبرين بروتينز اللي كنا بندرسهم زمان، كارير بروتين، شانل بروتين، وانا هضيف هنا another type of channel protein اسمه voltage gated channel protein. البروتينز دي او الكارير بروتين كنا زمان نقول عليه the pump، هو فعلا pump، واهم pump هنا عندي طبعا بتكلم فيه اللي هو الصوديوم بوتاسيوم pump اللي كنا اخدينه قبل كده في AS في الاكتيف ترانسبورت، بس هنشوفه طبعا دلوقتي واحده واحده كده. طيب هل كل الاكسونز زي بعضها؟ لا، في لو انا جبت لك البيكتشر دي كده تاني، لو تشوفي الاكسون ده
هو الخط الرفيع اللي في النص ده، ده الاكزم. بصي رفيع قوي قد ايه. امال ايه اللي بره ده؟ ده عباره عن سيلز، هناخدها طبعا واوريكي شكلها بالظبط، اسمهم ذا شفان سيلز، دبليو اوكي بس بتطقطق في ذا شفان سيلز. الشفان سيلز دي السيل ميمبرين بتاعها، طبعا احنا عارفين ان السيل ميمبرين المين ماتيريال بتاعته فوسفوليبيد. السيل ميمبرين نفسه بتاعها بيعمل ايه؟ ليبيد لاير بقول عليها ذا مايلين شيث. شيث يعني كفرنج، مايلين ده يعني فاتي او ليبيد لاير. ما بين كل شفان سيل والتانية بيكون في جاب كده، الجاب دي بقول عليها نود اوف رانفييه. عايزه تقوليها رانفيير عشان تبقي عارفه الار تتكتب، هو اسمه رانفييه الساينتست اللي اكتشفها، فعشان كده انا بنطقه اسمه الصح يعني، لكن انت لازم تعرفي ان بينتهي بالار. الكلمات الفرنش الار في النهايه بعد الفاول ما بتتنطقش، فعشان كده انا قلت رانفييه. ممكن تقوليها رانفيير عشان تعرفي ان فيها ار. فده كده الكومبوننتس او الماتيريال بتاعت الاكزن بتبقى عامله ازاي. بس في بعض اكزنز ما بتبقاش عليها المايلين شيز ده، يبقى معنى الكلام ده ان انا عندي اكزنز بتبقى عليها المايلين شيز. ففي الحالة دي بقول عليه the myelinated myelinated axon. في بعض الاكزنز ما عليهاش myelin sheath، بقول عليها the non myelinated axons. ممكن اقول un myelinated كمان. طيب وزي ما قلت لك ما بينهم بيكون في، ما بين الشفان سيلز اللي بتعمل المايلين شيث ده بتكون في نودز اوف رانفييه، بيبقوا جابس كده انتربتنج الشفان سيلز ما بين كل واحده والتانيه. طيب ايه اهميه المايلين شيث ده؟ المايلين شيث بيعمل بروتكشن للاكزون، وكمان لو الاكزن دي او النيرف سيل او النيورون كانت مايلينيتد بيبقى فيها a high speed of transmission of the impulse of the impulse، بيمشي فيها بسرعة جدا، ممكن يوصل ل 100 meters per second. تخيل طبعا الرقم ده. طيب what about the unmyelinated بقى؟ لا ال unmyelinated بتبقى فيها ال speed بسيطة جدا، ممكن توصل 5 متر بير سكند يعني. طيب يلا نشوف بقى المايلين شيث ده بيتعمل من ايه بالظبط. زي ما قلت لك بيتعمل من السيل ميمبرين بتاع الشفان سيلز. ده هنا الاكزن اللي هو قلت لك الخط الرفيع قوي، طبعا ده ترانسفيرس سكشن كده واخد الاكزن جزء منه يعني. الشفان سيل اهي بتحوطه، ده كده لو انا برسمها كده من بره، لكن لو انا اخدت بقى الشفان سيل دي ببص الاقيها عامله زي الورقه. بصي للرسمه دي، هما هنا عاملينها لك جرادولي عشان ما تتخضيش يعني. هنا عندي السيل على بعضها، بس لو جيت فكيتها شويه هبص الاقيها ان هي عامله رابينج حوالين الاكزن اهي. بقى بصي ده كده ايوه يا سلام زي السويسرول بالظبط. يبقى وهنا ده ايه ده بقى؟ بس السويسرول المربى بتبقى في كله، ده هنا الاكزن جوه في النص بس. طب انا اقول لك حاجه، زي الساليزون اللي جواه مثلا هوت دوج كده، صح؟ متهيألي كده انسب يعني. اوكي فبتبقى لفه 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 لفه، يبقى ده كله ايه؟ ده سيل ميمبرين. وبص النيوكليوس بقى فين؟ طلعت كده لبره يعني. طيب ممكن ان انا ارسمه كمان كده، ان كان عندي a very long cell، وادي كده منطقه النيوكليوس بتاعتها وهي long خالص، يبقى كل ده cell membrane. فلما بيجي يلف حوالين نفسه فبيبقى cell membrane هو اللي لبره، فعشان كده بيعمل الفاتي لاير او بمعنى تاني the myelin
دايما اكتب ال ال كده. مايلين شيف، تمام. يبقى دي كده الشفانسل، وبتعمل بقى عشان اللفه دي بتخلي النيوكليوس كانها سكويزد تو ذا اوتسايد، عشان كده لما بيرسموها دايما يخلوا النيوكليوس، وده صح طبعا، لبره كده. في الرسمه اللي قبل دي كانوا عاملينها زي ما يكون، بصي كده عاملينها اهي الله، منطقه النيوكليوس اهي دي، لان هي سكويز تو ذا اوتسايد بالشكل ده. طيب تعالي نشوف، وطبعا ما بينهم النودز اوف رانفي زي ما قلت لك قبل كده اهو، بتبقى ما فيش هنا شوفان سيلز، بتبقى انتربتد كده مع بعضها بالجابس دي. طيب السبيد لما بتاعت الامبلس بتعتمد على ايه؟ هل بيعتمد بس على وجود المايلين شيث؟ لا مش ده وبس، the speed of the impulse depends on two things of the impulse أساسا، يعني depending on two things. أول حاجة the diameter of the nerve fiber، أو بمعنى تاني the diameter of the axon. ما هي الأكسنز دي of different diameters of the axon. كل ما يكون الأكسن أو النيرف فايبر thicker يبقى معنى كده هتبقى faster، يبقى the thicker the diameter بيديني faster movement of the impulses. بيعتمد كمان على إيه؟ زي ما قلت لك على المايلين، وجود المايلين sheath. لو ده كان موجود فبيعمل لي faster movement of the impulses. طيب هل في مثلا unmyelinated nerve fibers عندنا؟ في، هقول لك طبعا عليهم، بس حابه اقول حاجه، ان انا كنت بقول ان النيرف سيستم بيبقى very well modified وادفانسد في الهاير vertebrates، طب زي الهيومنز. طب وات اباوت مثلا حاجه زي الانفرتبريت زي الورم مثلا، بتبقى النيرف فايبرز بتاعتها بتبقى ان مايلينيتد، ما عندهاش مايلين شيز، والاكسنز والدندرايتس نفسهم الدايمتر بتاعهم بيبقى less than 0.1 مليمتر، فالامبلسز بتبتدي تمشي بالراحه قوي، ممكن توصل half a meter per second، ده في الانفرتبريتس. لكن في عندنا مثلا انفرتبريتس كتير زي السكويد مثلا، وده اللي هنشتغل عليه دلوقتي. السكويد اللي هو حاجة زي الكاليماري كده والصبيط والحاجات دي، ده بيبقى عنده الاكسنز بتاعته بتبقى الدايمتر بتاعها 1 مليمتر، ده بيقولوا عليه الجاينت دايمتر، متخيلة 1 ملم ده الجاينت، لان ده كان less than 1 ملم، less than 0.1، اقل كمان من 0.1 ملم، لكن لما يبقى 1 ملم بقى طبعا this is a giant بالنسبه له، فبقول عليه the giant axon. فهنا بتبقى الامبلسز بتبقى 100 meters per second، سريع جدا، يعني it's fast enough، يعني ال 100 meters per second، طبعا ده ال 0.5 meters per second دي ولا حاجة، يعني نص متر في الثانية غير 100. طيب أما بقى بالنسبة للفيرتبريتس، فهم عندهم يعني هنا بيبقى unmyelinated في الاثنين. فيرتبريتس عندنا النوعين بقى، myelinated و unmyelinated. عادة بالنسبة للفيرتبريتس اللي من ضمنهم طبعا الهيومنز، بيبقى عندنا النوعين myelinated nerve fibers and unmyelinated او non-myelinated nerve fibers. طيب ما دام myelinated يبقى معنى كده ان السبيد فيهم هتبقى بسرعه جدا. عادة المايلينيتد دول بيكونوا موجودين
في الموتور، او بمعنى تاني في الفولنتري موتور نيورونز، اللي هم زي ايه مثلا؟ ما دام فولنتري يبقى اللي رايحين للفولنتري ماسلز مثلا، فبتبقى الامبلس فيها سريعه قوي عشان توصل للفولنتري ماسل. اما النون مايلينيتد فدي عاده موجوده في الانفولنتري او كنترولينج اوف ذا انفولنتري ماسلز. يبقى انفولنتري موتور نيورونز زي ايه؟ زي الماسلز ذات لاين ذا جات بتوع الانتستنس، زي الماسلز بتاعت البلاد فيسلز. These are involuntary، احنا ما نقدرش نتحكم فيهم. فدايما هنا النيرفز بتبقى ان مايلينيتد، ولان التحكم فيها بيبقى عن طريق الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. فعاده في لما يكون عندي سمول مايلينيتد نيرف بتبقى السبيد فيه حوالي 100 ل 120 متر بير سكند. طيب ازاي ان احنا نقدر نعمل، او هم عرفوا ازاي حكايه النيرف امبلسز دي، او they investigated the nerve impulses ازاي بالظبط؟ اديك الاول كده فكره عن الطريقه اللي اشتغلوها، اللي اكتشفوا النيرف امبلسز وايه اللي بيحصل فيها وكده، وبعد كده اوريكي البيكتشر. زي ما قلت ان النيرف امبلسز دي عباره عن مينوت الكتريك ايفنتس، يبقى عشان يكتشفوها او يعملوا لها انفستيجيشن لازم ان يستخدم الكترودز او يعملوا لها ميجرمنت او ريكوردينج للالكتريك تشينجز اللي بتحصل along the axon. دول بيكتشفوها certain apparatus، والابارتس ده طبعا بيبتدي يبين او يرسم النيرف امبلس وايه التغيرات اللي بتحصل on both sides of the cell membrane of the nerve او النيرف سيل. طيب هما بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا recording electrodes او two of them، يعني a pair of recording electrodes. لو انا عندي كده، ده كده الفوسفوليبيد باي لاير بتاع اللي هو السيل ميمبرين، بيحطوا الكترود. انا قلت لك ايه النيرف امبلس؟ ان هو عباره عن الديفرنسز اللي بتحصل او اي تشينجز بتحصل اون بوث سايدز اوف ذا ميمبرين، فبيحطوا الكترود جوه كده عشان يوصل للسيتوبلازم. يبقى ده كده الانر سيرفيس اوف ذا ميمبرين، اوكي، وبيحط the other electrode بيحطه من بره كده على الاوتر سيرفيس اوف ذا ميمبرين. وبيبقوا الالكترودز دول طبعا متوصلين بجهاز كده، وبيطلع لي الريكوردينج على سكرين. يعني اي حاجه بتبقى ريكوردد عن طريق الالكترودز دي بتبقى displayed on a screen. طيب عايز اقول ايه، انا عايز اكلمك على موضوع السكويد ده ونشوف كده هم عملوا ايه. ثانية واحدة، انا كاتباها فين مش فاكرة. جم بقى scientists اسمهم هوتشكن اند هاكسلي، هوتشكن اند، بنعرف الاسامي دي يا سامي، هاكسلي. دول هم اللي عملوا الانفستيجيشن ده. اتعملت الانفستيجيشن دي حوالي 40 سنه قبل كده، يعني اجو. هم اشتغلوا على السكويد، وزي ما قلت لك السكويد عنده جوينت اكزن
وبيبقى مايلينيتد اكزن حوالي الدايمتر بتاعه 1 مليمتر. تخيلي لما بيشتغلوا على حاجه 1 مليمتر يا ربي. فده هنا بيبقى فيه طبعا فيري رابيد ترانسميشن اوف امبلسز رايحه للماسلز بتاعته. طيب جابوا ايه بقى؟ حط لك بقى البيكتشر كده اشتغل عليه. جابوا الكترودز معمولين من فيري فاين جلاس، وما دام بيشتغل على حاجه رفيعه كده فبقول عليه المايكرو الكترود. يعني انت لو بصيتي للبيكتشر دي وبعد كده مثلا هنا اقول لك اشرح لك، هنا حط المايكرو الكترود ده، ده عملوه ازاي؟ جلاس وبوينتد كده. هم بيقولوا ان هم كانت معمول من بيبات بس خلوها تبقى قدروا ان هم يتحكموا في الثيكنس بتاع الاند بتاعها عشان تبقى بوينتد. ف دي ميد اوف جلاس الالكترود ده، دخلوه انسايد ذا اكزن وهنا حطوه على الاوتر سيرفيس اوف ذا اكزن او الاوتر سيرفيس. طيب لو انا جبت كده، ده اهو كده السيل ممبرين اوكي، فدخل ده لحد الانسايد اوف ذا اكزن، المفروض دي توصل لحد هنا. لا دول هم عاملينها ده السيتوبلازم، معلش ام سوري، ده السيتوبلازم دي كده صح. دخلها كده اهو زي ما انا كنت رسمها في البورد اللي قبل كده، والتانيه حطوها من بره بره الاكسن كده تمام. وطبعا دول بيبقوا كونكتد الالكترودز دول لان امبليفاير او جهاز، الجهاز ده بيعمل ديسبلاينج او بيعمل ريكوردينج للي بي التشينجز اللي بتحصل along the axon على سكرين، وبتبين لي عرفنا بيها ازاي الاكزن بيحرك او بيمشي الامبلسز. طيب ايه ده بقى اللي مكتوب ده بالظبط؟ دي كده الستبس اللي اتعملت، ان حط كاتب لك اهو هنا an electrode made from a glass pipette pulled to a sharp tip. طبعا هم بيصنعوها مش عارف تصنيع الازاز يقدروا يعملوا له بولينج لحد ما يبدو له شكل معين with an electricity conducting solution. يعني بيبقى فيه electricity conducting solution ده بيبقى connected to a wire to an amplifier اللي هيبين لي بعد كده التغيرات اللي along the nerve fiber على screen. الالكترودز بيحط واحد منهم يوصل لحد الانر سيرفيس بتاع السيل ممبرين او الاكزن ممبرين، والتاني على الاوتر سيرفيس. طيب الجهاز ده بيعمل ديتكشن لل اي ديفرنس ان فولتج او ديفرنس ان ذا ديستريبيوشن اوف ذا تشارجز. فلو في اي سمول ديفرنس حصل على طول الامبليفاير دي يعمل له امبليفيكيشن عشان يقدر يبان على السكرين اللي موجود. هم لقوا ايه بقى؟ لما بيكون عندي، لما الممبرين بيكون ريستنج لسه ما جالهوش اي ستيميليشن، بيبقى في حاجه اسمها ذا ريستنج بوتنشال. هي البوتنشال يعني ايه يا سلمى؟ اللي هي البوتنشال ديفرنس. بوتنشال ديفرنس حسب يعني ما انا فاهماها من الايام ما كنت بدرس فيزيكس يعني ايه الفولتج. ما هي الفولتج، بس ايه معنى بوتنشال ديفرنس؟ البوتنشال ديفرنس يعني الديفرنس ما بين التشارجز اللي اون بوث سايدز اوف ذا اوف ذا اكسن ميمبرين. فالبوتنشال ديفرنس ده بيبقى نيجاتيف 70 حسب ما اتقاس بالجهاز ده، نيجاتيف 70 ميلي فولت لما يكون لسه ما فيش اي ستيميليشن، وده اللي احنا بنسميه ذا ريستنج بوتنشال تمام. يبقى ما دام ما فيش اي ستيميليشن، بوتنشال ديفرنس ما بين الاوتسايد والانسايد اوف ذا ميمبرين ده بسميه ذا ريستنج بوتنشال، و قد ايه الفاليو بتاعته؟ نيجاتيف 70 ميلي فولتس طبعا مش فولتس. طيب
تعالي نشوف يعني هما بالشكل ده اكتشفوا النيرف امبلس بيمشي ازاي عن طريق السكويد ده. طيب تعالي نشوف بقى مع بعض كده النيرف امبلسز دي عبارة عن ايه، ويعني ايه ريستنج بوتنشال، يعني ايه اكتيف بوتنشال اكشن بوتنشال. اول حاجة الامبلسز او ذا نيرف امبلسز، زي ما قلت لك دي عبارة عن تشارجز، بس بتعتمد الموفمنت بتاعها على الكونسنتريشن اوف ذا صوديوم ايون اند البوتاسيوم ايونز اون بوث سايدز اوف ذا ميمبرين. وفي طبعا اذر تشارج بارتيكلز بيبقوا نيجاتيفلي تشارج زي مثلا الكلورايد، كويس، بس هما ما بيقولوش حتة الكلورايد دي ابدا، بيقول نيجاتيفلي تشارج وخلاص. فخليني زيهم يعني، وبلاش الواحد يحط كلام زي يعني في كامبريدج لما بدرسها بتكلم طبعا على الكلورايد ايونز، بس هنا هم قايلين نيجاتيف تشارجز خلاص مش هقول غير. فالبوزيتيف تشارجز بتاعتنا جايه منين؟ جايه من الصوديوم ايونز والبوتاسيوم ايون كونسنتريشن. دايما دايما الاقي ان الاكسون ميمبرين بيبقى بيغي او في ديفرنس للبيرميابيليتي للصوديوم وللبوتاسيوم، لان احنا عارفين ان اي سيل ميمبرين بيبقى بارشلي بيرميبل، فالديفرنس ان ذيس بيرميابيليتي للميم اوف ذا ميمبرين للصوديوم والبوتاسيوم هو ده اللي بيعمل لنا عمليه الكوندكشن اوف ذا امبلس. دايما الاكسون او السيل ميمبرين بتاع الاكسون بيبقى او ريليتيفلي امبيرميبل تو صوديوم، عشان كده الصوديوم لما بيعدي بس ثرو ا بامب اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب، او لو في فولتج جيتد صوديوم ايون شانلز بتفتح بس للصوديوم وبرده بتستهلك انرجي. طيب what about البوتاسيوم؟ لا، البوتاسيوم هنا بيبقى السيل ميمبرين فريلي بيرميبلي تو بوتاسيوم. فنتيجه للديفرنس ان بيرميبلتي ما بين الصوديوم والبوتاسيوم هو ده اللي بيعمل لي ذا كوندكشن اوف ذا نيرف امبلس. طيب تعالي بقى ناخد واحدة واحدة كده مع بعض، بس أنا قلت لك عايزة أقول لك على الفكرة بتاعة الـ conduction of the nerve impulse، هقولها لك كده في كلمتين بساط قوي وبعد كده نقدر نعرف بقى بالتفصيل إيه اللي بيحصل. لازم الـ membrane at the resting state، أنا مش لازم أرسم بقى دبل باي لاير والكلام ده، خلاص أدي الـ membrane أهو. دايماً in the resting state on the outside بيبقى البوزيتيف تشارجز اكتر كتير from the inside. يعني بمعنى تاني ان النيجاتيف تشارجز هنا، ما هو لازم يبقى بقى في بالانس ما بين الاثنين، بتبقى اكتر على الانر سيرفيس اكتر كتير من الاوتسايد. ده لما يكون at the resting state او اللي احنا بنقول عليها the resting potential. لما بيكون في resting potential بقول ان الممبرين ده is polarized، نستخدم الكلام ده كتير بقى، تمام؟ ده لما يكون resting مفيش اي stimulus وصل. لما ال stimulus بيوصل بيعكس العملية دي بقى، بلاقي ان دخلي ال positive ions كتير جوه relative to the negative ions بيبقوا كتير قوي، وبره بيبقى ما دام البوزيتيف دخل فالنيجاتيفيتي بتبقى هي اللي كتير وكميه البوزيتيف اقل، يعني اتعكست، تمام؟ فلما بيبقى في ستيمولس ما بقولش عليها بقى resting potential، بقول عليها an action potential، ابتدى يحصل اكشن، اكشن بوتنشال، وبقول هنا ان الممبرين از
دي بولارايزد. دي الفكره بتاعت الموفمنت اوف ذا امبلسز، تغيير في الايونز اون بوث سايدز، في وضع الايونز اون بوث سايدز اوف ذا ميمبرين. دي ايه اللي بيغير الايونز بقى كده وبيدخلها ويخرجها والكلام ده كله، ده اللي احنا هناخده، بس دي الفكره بتاعته عموما. يلا الاول نتكلم على البولارايزد او الريستنج بوتنشال ونشوف ايه اللي بيخليها مينتيند، ليه بتفضل كده ومفيش حاجه بتعدي الناحيه الثانيه. يلا كده نتكلم الاول مع بعض على ذا ريستنج بوتنشال. لو في حاجه يا سلمى لاقياها ان هي مش فاهماها قولي لي عليها على طول، لان انا عارفه الحته دي محتاجه تركيز شويه. اوكي. الريستنج بوتنشال اولا يعني ايه؟ دي البوتنشال ديفرنس اكروس من الـ من الاوت بتوين ذا اوتر سيرفيس اوف ذا ميمبرين والانر سيرفيس اوف ذا ميمبرين وين ذا اكزن از اتريست. يعني ايه اتريست؟ يعني لسه ما حصلهوش اي امبلس تو بي كوندكت. طيب ايه بقى اللي بيحصل بالظبط؟ بلاقي ان الكونسنتريشن زي ما لسه قايله دلوقتي، لو انا عندي كده سيل ميمبرين فبلاقي ان الكونسنتريشن اوف ذا ايونز اوتسايد النيرف فايبر بتبقى هاير ذان ذا كونسنتريشن على الانر سايد. الانر سايد ده يعني معناها ايه اللي بعده على طول؟ سيتوبلازم. يعني السيتوبلازم هنا يبقى الناحيه دي ذا انر سايد او انر سيرفيس اوف ذا ميمبرين، وهنا اوتسايد ذا اكسون، فده كده الاوتر سيرفيس اوف ذا ميمبرين. طيب فبلاقي ان الكونسنتريشن اوف ايونز اوتسايد بيبقى اكتر من الانسايد. طب ويتش ايونز بقى؟ البوزيتيف ايونز بتبقى بره اكتر من جوه. طيب ما دام بره اكتر من جوه يبقى معنى كده ان في a concentration gradient. مش احنا قاعدين في عمليه الديفيوجن او الاكتيف ترانسبورت ان في حاجه اسمها concentration gradient اللي هو الديفرنس ما بين the amount of charges. طب انا هنا عندي higher charges، خليني اقول the positive charges بره الممبرين اكتر من جوه الممبرين، يبقى معنى كده ان انا عندي a concentration gradient ما بين الاثنين، يبقى ده كده هيطلع لي a concentration gradient. والconcentration gradient ده بيبقى maintained in the resting potential عن طريق الصوديوم بوتاسيوم pump. طيب الصوديوم بوتاسيوم ده pump ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن a carrier protein that uses energy عشان يقدر يخرج او يدخل الصوديوم اند ذا بوتاسيوم. طيب هو بيعمل ايه بقى؟ طبعا ده يوزز اي تي بي. يعني البامب هنا هرسمه بقى بالشكل ده، مش لازم بقى ارسم هو بيتفتح وبيتقفل والكلام ده كله، هرسم كده ان ده صوديوم بوتاسيوم بامب وبتتكتب كده بامب، لان هو مسؤول بس عن الاكسشينج اوف ذا صوديوم اند ذا بوتاسيوم along ذا ميمبرين. فالصوديوم ايونز طبعا اللي بره بتبقى يعني بتبقى كتير في الريستنج ستيت، عشان اعمل لها لورنج للكونسنتريشن يعني هي المفروض تبقى بره كتير، يبقى المفروض ان انا اقلل من الكونسنتريشن بتاعها شويه. فهنا الصوديوم ايونز ما بتقدرش تعمل ديفيوجن. ليه؟ لان لسه قايله ان السيل ممبرين بيبقى ريليتيفلي امبيرميبل للصوديوم ايونز. طيب فبلاقي ان لما بتكون الصوديوم محتاجه ان هي تدخل لجوه فبتدخل عن طريق البامب ده، بس لازم يخرج قصادها بوتاسيوم.
بس البوتاسيوم كمان السيل ميمبرين is highly permeable to the potassium. يبقى البوتاسيوم هنا لما بيعدي بيعدي عن طريق البامب، وكمان بيعدي عن طريق الشانل بروتينز، عن طريق الديفيوجن بقى اللي هو بقول عليه a passive process. لكن ده محتاج ATP يعني active. لكن البوتاسيوم ممكن يعدي في البامب، وممكن يعدي كمان عن طريق الشانل بروتين ده، فبتبقى باي ديفيوجن، وطبعا بيعدي along الكونسنتريشن جريدينت عن طريق الاوبننج بتاع الشانل بروتينز دي بتاعت البوتاسيوم اللي هي بتفتح للبوتاسيوم وبس. طيب نتيجه لكده انا عندي البامب، انا محتاجه بره صوديوم ايونز كتير او بوزيتيف ايونز كتير، والبوزيتيف ايونز الكتير اللي هنا بتبقى عشان وجود الصوديوم. اوكي طيب، فانا محتاجه دايما هاير صوديوم ايونز بره، عشان كده الصوديوم بتخرج من الانسايد اوف ذا سيتوبلازم تو ذا اوتسايد ثرو ذا بامب. فاحنا عارفين كمان ان لما الصوديوم بيخرج 3 ايونز بيدخل بدلهم 2 بوتاسيوم ايونز، فهنا هلاقي البوتاسيوم اللي موجود بره ابتدى يدخل. ليه بقى؟ عشان البوزيتيفيتي بره مفروض ان هي ما تزيدش اكتر من اللازم، يعني هي ليها كونسنتريشن معين، فما دام خرج صوديوم فروم ذا انسايد بيدخل بداله بوتاسيوم، وبيدخل كمان عن طريق الشانلز دي. عشان كل ما بتخرج الصوديوم انا محتاجه ادخل قصادها البوتاسيوم عشان اظبط من البوزيتيفيتي اوتسايد وانسايد، ما يبقاش البوزيتيفيتي عاليه اكتر من اللازم. ايوه هو مور بوزيتيف ذان ذا انسايد، لكن مش يعني المفروض ان الصوديوم هو المتحكم في حاجه زي دي. فالبوتاسيوم بيدخل علشان يعمل بالانسينج او ان هو يظبط عمليه ال الاينز. طيب لما كميه بسيطه من البوتاسيوم بتدخل وكميه كبيره من الصوديوم بتخرج، يبقى معنى كده بيخلي لي الانسايد اوف ذا ميمبرين بيبقى ريليتيفلي نيجاتيف او سلايتلي نيجاتيف ذان ذا اوتسايد، وبره بيكون مور بوزيتيف ذان ذا انسايد. المور بوزيتيف ده جه من مين؟ من الصوديوم. طب والانسايد؟ عشان قلت لك مور بوزيتيف ذان ذا انسايد، جه من البوتاسيوم اللي دخل. ونفس الحكايه النيجاتيف ايونز هنا زادت ريليتيف تو ذا اوتسايد، لان دايما بيكون في بوزيتيف ونيجاتيف ايونز على البوث سايدز اوف ذا ميمبرين. لما بيكون عندي العمليه دي بتبقى مينتيند، فانا بقول عليها هنا ذا ريستنج بوتنشال، او بسمي ان الممبرين ده از بولرايزد، وبيبقى البوتنشال ديفرنس ما بين الاوتسايد والانسايد نيجاتيف 70 ملي فولتس. يبقى معنى كده ايه اللي حافظ على البولرايزيشن؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب والشانل اللي عدت البوتاسيوم. صوديوم بوتاسيوم بامب والشانل اللي عدت البوتاسيوم، دول الاثنين مسؤولين to keep the potential difference on both sides of the membrane constant at negative 70 so long there is no impulse, no stimulus. وفي الحاله دي بسمي البوتنشال دي the resting potential، وبقول على الممبرين ان الممبرين became polarized. تعالي كده نبص على البيكتشر دي، انا لسه هكمل يعني. بصي بقى، ده كده السيل ميمبرين، وده كده الصوديوم بوتاسيوم بامب، اهو عاملينه في صوره مروحه كده، ان هو لما بيدخل صوديوم بيدخل او بيخرج صوديوم، ده كده الاوتسايد وده الانسايد طبعا. لما بيخرج صوديوم بيدخل قصاده بوتاسيوم، بس احنا طبعا كنا عارفين ان لما اي صوديوم بوتاسيوم بامب بيخرج 3 صوديوم ايونز قصادهم 2 بوتاسيوم،
واخده بالك؟ يبقى كده البوزيتيفيتي بره هتبقى اكتر. طيب لما بيخرج الصوديوم وبيدخل البوتاسيوم طبعا بيعمل اي كونسنتريشن جريدينت اكروس ذا ميمبرين. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. طيب يبقى معنى كده لما خرج صوديوم كتير ودخل قصاده كمية بوتاسيوم أقل، بيبقى بره هنا أساسا what is the ion؟ الصوديوم. High sodium ion concentration. What about the potassium؟ موجود برضو بس in a low concentration. طيب what about هنا بقى inside؟ يعني إيه بقى high potassium concentration و low sodium concentration؟ ال low sodium عشان الصوديوم خرج عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب. طب what about the potassium؟ البوتاسيوم زاد لان في صوديوم بوتاسيوم بامب دخل لي مور بوتاسيوم فقلل كميه البوتاسيوم بره. لما البوتاسيوم زاد هنا ابتدى يطلع باي ديفيوجن تو ذا اوتسايد. اوكي يبقى هنا داون ذا كونسنتريشن جريدينت اوف ذا بوتاسيوم. ده بيخلي كميه بوتاسيوم بره، لكن بالرغم من ان هو بيخرج بره لكن بيبقى لو قارنته بكميه الصوديوم بلاقي البوتاسيوم اقل. طيب لما البوتاسيوم هنا زاد كويس، فبلاقي ان هنا في نيجاتيف ايونز بتبقى اكتر من الاوتسايد، هتبدا تشد البوتاسيوم ايونز لجوه مره تانية. بسمي الحركه دي ان حصل الكتريكال جريدينت، وبلاقي ان النيجاتيف ايونز ار جوينج تو بول ذا بوتاسيوم ثرو اتس شانل تاني تو ذا انسايد اوف ذا سيل. يعني انا هنا عندي حاجه دخلت لي البوتاسيوم زودته. طيب ابتدى البوتاسيوم يخرج باي ديفيوجن، رجع تاني لجوه باي ذا الكتريك جريدينت. يعني هنا خرج بالكونسنتريشن جريدينت، لكن لما رجع هنا اللي شده النيجاتيف ايونز اللي بره فعمل ان الكتريك جريدينت ما بين الاثنين، ابتدى يعمل بي بولينج تو ذا بوتاسيوم تو ذا انسايد اوف ذا سيل. فبالمنظر ده يبقى معناها ان الصوديوم قاعد بيخرج والبوتاسيوم كل ما يزيد يطلع يروح حاجه شداه على تحت. هنا طلع بالكونسنتريشن جريدينت بتاعه، لكن هنا مين اللي شده؟ النيجاتيف تشارج. فيبقى انا عندي two concentrations أو two gradients اشتركوا مع بعض في movement of the potassium. The concentration gradient and the electric gradient. وبيفضل بقى البوتاسيوم رايح جاي كده والصوديوم يطلع بالبامب عشان يخلي الاكزون او السيل ميمبرين بتاع الاكزون in a resting state، وبتفضل في maintenance للamount of charges on both sides والtype of charges، وده اللي احنا بنقول عليه the resting potential، لان بيبقى فيه potential difference ما بين الoutside والinside، وكميته ايه at rest؟ negative 70 millivolts. تمام؟ طيب هنا بقى ما دام على طول بوتاسيوم بيخرج وبيرجع يدخل تاني، هل هنا ممكن اقول this is a net، there is a net movement of potassium؟ لا، لان اللي خرج هيدخل يبقى ما فيش net movement. النت movement بتبقى ايه؟ ان في كميه كبيره مثلا طلعت ودخل بدلهم كميه بسيطه، فهقول ده net movement to the outside is كذا. لكن هنا لا، ده انا الكميه اللي خرجت هي اللي دخلت. خرجت بايه؟ بالconcentration gradient along the concentration gradient. رجعت بايه؟ along the electric gradient. شدها مين؟ النيجاتيف ايونز. فالاثنين مع بعض قد بعض بالظبط، اللي خرج هو اللي هيدخل. فعشان كده ما اقدرش اقول ان هنا في نت موفمنت. في الحاله دي بيبقى الريستنج بوتنشال او الممبرين بقول عليه بولارايزد سو لونج ذير از نو ستيمولس. لحد هنا واضح يا سلمى؟ هي مش صعبة. هي مش صعبة. بس ما انا عشان كده قلت لك من الاول ايه؟ الحته دي محتاجه كونسنتريشن، ويمكن اكتر حته لو اتفهمت الباقي كله سهل.
طيب ده كان قبل ما الستيمولس يجي. وات بقى اف ذا ستيمولس ارايفد؟ والستيمولس دايما بيجي عن طريق ايه؟ هو بيبقى ديتكتد باي ذا سنسوري نيورونز، او اللي احنا بنقول عليها ذا ريسبتور سيلز. ف لو جه ستيمولس، او لو كان في النيورو ترانسميتر في موتور نيورون، على طول بتبتدي الامبلسز ان هي تعمل ترافلنج along the axon، لان طبعا بيحصل في الوقت ده ان البيرميبيليتي اوف ذا ميمبرين بيتعكس او بيتغير. يعني انا قلت لك في الاول ايه؟ ان السيل ميمبرين ات ذا ريستنج ستيت از امبيرميبل تو صوديوم، عشان كده بيطلع بالبامب اكتيف ميكانيزم، وبيبقى فريلي بيرميبل تو بوتاسيوم، بتبقى اي باسيف موفمنت. والبوتاسيوم بيعدي ايذر باي ديفيوجن او داون ذا كونستريشن جريدينت او داون ذا الكتريك جريدينت. فلما بيوصل الستيمولس بيغير لي الباترن اوف بيرميبيليتي، بمعنى ان بيعمل تشينجينج تو او اتس بيرميبيليتي تو صوديوم. ف لما النيورون او السنسوري نيورون بيبقى ستيميليتد، بلاقي ان بيحصل السادن انكريز تو ذا صوديوم ايون بيرميبيليتي. ازاي بقى؟ يعني هل في مثلا الصوديوم بوتاسيوم بامب هيتغير؟ لا، مش هيتغير، هو شغال صوديوم بوتاسيوم بامب. بس عندي another channel protein، يعني انا قلت لك ان في بروتينز بتاعت البوتاسيوم، ملناش دعوه بيها بقى. لما الستيمولس بيوصل في other channels مخصوصه للصوديوم ions، دي اللي احنا بنقول عليها the sodium gates او the sodium gated channel proteins، دي مخصوصة للصوديوم بروتينز، دي مخصوصة للصوديوم. بلاقي ان الصوديوم ايون او الجيتد شانل بروتينز دي بتفتح، دي اوبن، يبقى معنى كده ان انا عندي مكان كمان هيدخل الصوديوم. وانا اصلا الصوديوم في الريستنج ستيت كان كتير ولا قليل بره يا سلمى؟ الصوديوم هنا كان قد ايه؟ هو كان اكتر، كان اكتر كتير، وبره كان اقل، جوه سوري كان اقل. فلما الصوديوم جيتد بروتين دي هتفتح، يروح الصوديوم نازل لجوه بطريقتين، يا اما هو مش يا اما، ده الاثنين مع بعض. عندي along the concentration gradient، لان بره اكتر من جوه، وكمان ان انا عندي electrical gradient زي ما حصل مع البوتاسيوم، ان النيجاتيفيتي عملت attraction to the positive ions. لما بيبقى فيه concentration gradient يبقى it's due to the amount of the chemical نفسه، لكن الالكتريكال جريدينت عشان الايون اللي على الكيميكال. فما دام عندي هنا two types of passages، واحده according to the sodium نفسه انه بره كان اكتر من جوه، والثانيه because of the positive ion وبره والnegative ions جوه شدتها. ف بقول على ده the electrochemical gradient. تمام؟ يبقى كده البرميبيليتي التو صوديوم اتغيرت ازاي؟ ان الصوديوم جيتد شانل بروتينز اوبند، فدخلت الصوديوم فروم اوتسايد تو ذا انسايد باي الكتروكيميكال جريدينت. اوكي؟ طيب لما ده يحصل طبعا هلاقي ان حصل ريفرسينج للبوتنشال ديفرنس، زي ما قلت لك في البدايه خالص ان انا كان عندي البوزيتيف بره
لما شرحت لك في البدايه قوي قلت لك كده بريفلي، ده اتعكس بقى لان كميه الصوديوم بقت تدخل بكثره، فزودت لي البوزيتيفيتي انسايد والنيجاتيفيتي هنا، ما بقاش في اناف بوزيتيف ايونز، فالنيجاتيف ابتدى يظهر. فده اللي بيحصل، ان البوتنشال ديفرنس اكروس ذا ميمبرين بيبقى ريفرست. فبقول هنا ان الانسايد اوف ذا سيل بيكيم بوزيتيف، او الانر سيرفيس اوف ذا ميمبرين with respect to the outside، وبالتأكيد النيجاتيفيتي بتبقى بالعكس. طيب لما بيحصل reversing للcharges بالشكل ده، بسمي الحكاية دي that the membrane is depolarized. ال depolarization ده بيحصل بسرعة و it lasts only for 1 millisecond. طبعا التايمينج في الحاجات دي يعني يخوف رهيب. 1 مللي سكند حصل الـ اولا الديبولاريزيشن بيستمر بس ل 1 مللي سكند. لما البوتنشال ديفرنس في حاله الديبولاريزيشن بلاقي البوتنشال ديفرنس وصل بوزيتيف 40 مللي فولت، كان في الريستنج ستيت نيجاتيف 70، لكن لما حصلت الاكشن بوتنشال او حصل ديبولاريزيشن للممبرين بلاقي البوتنشال ديفرنس على البوث سايدز اوف ذا ممبرين وصلت بوزيتيف 40 مللي فولت، وده اللي بقول عليه ذا اكشن بوتنشال. هو ممكن ان هي يحصل ديلي مثلا في الديبولاريزيشن. ديلي هو بيحصل بس باسباب هقول لك عليها طبعا دلوقتي، هقول لك عليها. الديلي ايه بقى؟ ان ممكن لو في خلال فتره معينه لو حصل نيو ستيمولس ما يعملش ديبولاريزيشن، ده الديلي الوحيد اللي ممكن يكون يعني. طبعا اصل ده كده احنا بنتكلم على حاجات نورمال مش ديزيزز ولا حاجات ابنورمال يعني. تمام. طيب يبقى ده كده لما البوتنشال ديفرنس يبقى بوزيتيف 40 بسمي ده اكشن بوتنشال، حصل حاجه، لكن الثاني كان ايه؟ النيجاتيف 70 كان ريستنج بوتنشال. طيب الديبولاريزيشن زي ما بقول لك بيقعد 1 مللي سكند، طب ده يعني فيري شورت ديبولاريزيشن. بعدها ببص الاقي ان بيرجع تاني to be repolarized once more. Repolarized. طيب هو ايه اللي عمل الديبولاريزيشن؟ اللي الصوديوم جيت التشانلز فتحت، يبقى لازم تتقفل عشان اظبط تاني كميه الصوديوم الاكسس صوديوم to be pumped out، طبعا عن طريق الصوديوم بوتاسيوم pump. يعني خليني اجيب لك البيكتشر دي. دي اي دي طبعا خاصه بالريستنج، بس انا هزود عليها الصوديوم شانل. بحاول اجيب كولر مش في اللي موجودين، مثلا هحطه هنا مثلا، ده هيفتح للصوديوم. لما بيجي امبلس وهنا الصوديوم بيبقى عالي بيبتدي يعدي بالالكتروكيميكال جريدينت زي ما قلت لك، داون ذا كونسنتريشن جريدينت وداون ذا الكتروكيميكال جريدينت. طيب فبالمنظر ده زود لي الصوديوم جوه. طيب مين السبب؟ الاوبننج بتاع الشانل دي. فلما يجي بعد 1 مللي سكند هترجع الممبرين تو بي ريبولارايزد اجين، لازم الشانل دي تقفل. طب الصوديوم الزياده اللي كان جوه ده يروح فين؟ لا ده هيطلع بالبامب مره ثانيه عشان يظبط لي تاني الريستنج بوتنشال وانس مور، والبوتاسيوم يعمل نفس الحركات اللي عملها قبل كده. ده كمان ايه؟ الصوديوم لما زاد قوي فمعنى كده ان كمان البوتاسيوم بره هيبقى زايد، فان الصوديوم دخل لجوه، فنفس الـ permeability of the membrane to potassium
بيبقى كمان increased بس temporarily. ليه؟ لأن في potassium ions بتعتمد على الـ amount of charges، بقول عليها the voltage gated potassium ion، بتعتمد على الـ voltage أو كمية الـ potassium، فبقول عليها voltage dependent potassium ion channels. دول بيفتحوا هما كمان عشان يدخلوا أكبر كمية بوتاسيوم ممكنة، لأن الصوديوم هيخرج طبعاً بكميات كبيرة عشان يزبط تاني ويبقى الممبرين to be repolarized once more. طيب، فبتلاقي إن البوتاسيوم بيبدأ إن هو يعمل نفس الحكاية to diffuse out طبعاً down the concentration gradient، وبيبقى بعد كده تاني attracted بالنيجاتيف charges اللي زادت outside the membrane أثناء عملية البولاريزيشن. أعيد لك الحتة دي، لما الصوديوم دخل through this gated channel فبقى بره more negative than the inside، فالبوتاسيوم لما بيخرج عشان يعمل عملية الـ repolarization once more بيبقى بيخرج عن طريق الـ concentration gradient بتاعه، وكمان بيبقى attracted by the negative ions اللي زادوا outside the membrane. أنا هنا عايزة أخلي الـ negative ions أقل من الـ positive، فبتبتدي الـ negative ions تسحب أو تعمل pulling to the potassium ions لبره. تمام؟ فالصوديوم والبوتاسيوم بالمنظر ده بيبقوا هما الاثنين بيخرجوا على بره. الصوديوم منين؟ خارج من الصوديوم بوتاسيوم بامب. والبوتاسيوم خارج منين؟ because of the pulling of the negative charges electrochemical gradient. فببص لان both the sodium and the potassium والاثنين positively charged they are going to get out of the cell، فمعنى كده ان برجع تاني الانside more negative than the outside. هنا بقول ان الممبرين رجع تاني to be repolarized، بمعنى ايه؟ انه رجع to the polarized state once more او resting state. يبقى القصة دي كلها او الاكشن potential اخد 1 ملي سكند وبس، وبعد كده السيل ممبرين بتاع الاكسون رجع تاني للresting potential. يبقى الاول هو كان polarized بقى depolarized for 1 ملي سكند ورجع تاني بقى ريبولارايز. تمام كده يا سلمى؟ اوكي. طبعا لما بيبقى الريستنج بوتنشال بترجع تاني ببص الاقي ان الاكسون از ريدي ان هو يشيل انذر امبلس، بس ما بيبقاش ريدي على طول، لازم يقعد كده ريفراكتوري بيريود، ودي هكلمك فيها دلوقتي بالتفصيل. لازم يقعد كده فيو ملي سكندز عشان يقدر يستقبل انذر امبلس او انذر ستيمولس. طيب انا عايزه بقى اوريكي كده رسمه بتعبر عن الكلام ده كله، اللي هي بانت بقى بالاوسيلوسكوب اللي هو قلت لك بيعمل ديسبلاينج لاي changes على السكرين. طيب تعالي نبص كده مع بعض على الجراف اللي قدامنا ده، وده طبعا احنا بنقول عليه جراف من شكله، لكن هو ده اللي الاوسيلوسكوب رسمه. تعالي نشوف مع بعض كده. ده كده الريستنج بوتنشال، طبعا اول حاجه ببص عليها التايم والبوتنشال ديفرنس، لان ده الاكس والواي اكسيز، والتايم هنا زي ما احنا عارفين بالملي سكند مش بالسكند، بالملي سكند. فلما كان نيجاتيف 70 يبقى معنى كده ده ريستنج بوتنشال. في الريستنج بوتنشال بيبقى فيه ايه؟ الاوتسايد بيبقى بوزيتيفلي تشارج ريليتيف تو ذا انسايد، والانسايد نيجاتيفلي تشارج ريليتيف تو ذا اوتسايد. ايه اللي بيظبط ده؟ ان انا عندي صوديوم بوتاسيوم بامب شغال على طول، وكمان البوتاسيوم شانل بتشتغل باسيفلي. اوكي؟ بيبقى عندي في الحاله دي الفولتج ديبندنت صوديوم ايون شانل مقفوله،
ده انا هنا في ريستنج، والفولتج ديبندنت بوتاسيوم مقفوله، لكن البوتاسيوم شانل مفتوحه، ودي اللي بتخلي البوتاسيوم، لان انا قلت اتس فريلي بيرميبل. هتقولي لي طب وات اباوت ذا فولتج ديبندنت؟ لا، ده لما بيبقى مور بيرميبل تو ذا بوتاسيوم بتفتح بقى، عشان ارجع البولاريزيشن وانس مور. خلينا واحده واحده. في الريستنج بوتنشال بيبقى positive to the outside, negative to the inside. What about the channels? The positive or voltage gated sodium channel, ممكن أقول عليها voltage dependent, دي بتبقى مقفولة. The voltage dependent potassium بتبقى مقفولة, لكن the positive, the potassium positive channel بتبقى مفتوحة. وplus the sodium potassium pump. دول بيزبطوا عملية الريستنج بوتنشال، أو بيظبطوا التشارجز during الريستنج ستيت اوف ذا اكزيت. طيب جه هنا ستيمولس على طول رفع البوتنشال ديفرنس تو بوزيتيف 40. ليه؟ لأن الموضوع ده اتعكس. إيه اللي حصل بقى؟ الصوديوم جيتد دي فتحت فدخلت الصوديوم، كويس؟ البوتاسيوم جيتت لسه مقفول، هيفتح بعدين وده مفتوح. فبلاقي ان الصوديوم جيتد او الفولتج جيتد صوديوم شانلز اتفتحت، فدخلت كميه صوديوم كبيره، اوكي، فخلى البوزيتيف تشارجز تبقى مور اون ذا انسايد، وبالتالي فضل النيجاتيفيتي اوتسايد. فهنا بقول ان الممبرين از polarized، ان حصل an action potential نتيجة لل reversing بتاع charges، بقى ال potential difference وصل positive 40 ملي فولتس. طبعا دي بتستمر for 1 ملي second only، وبسمي دي على فكرة the spike. الرفعة دي المفاجأة بسميها the spike. دي بتستمر قد ايه؟ 1 ملي second، ويبدأ على طول يرجع كل حاجة زي ما كانت. ايه بقى اللي حصل عشان نرجع تاني؟ ان الفولتج، اولا الصوديوم فولتج قفل، هو هنا كان مفتوح اتقفل. الفولتج بوتاسيوم ايون شانلز اتفتحت، فطلعت البوتاسيوم ايونز لبره، دي مفتوحة على طول. بيرجع تاني هنا، طبعا حصل اتراكشن للبوتاسيوم ايونز كمان عن طريق النيجاتيف تشارجز اللي بره، تمام كده. فيبقى هنا حصل مور بيرميبيليتي تو بوتاسيوم، يعني في دي وفي دي كان بيرميبل، لكن هنا لما اتفتحت انذر شانل فور بوتاسيوم، ودي اصلا مفتوحه، فبقى الممبرين از مور بيرميبل تو بوتاسيوم، ورجع تاني يبقى ليس بيرميبل تو صوديوم، لان الشانل دي بتاعت الصوديوم اتقفلت. فبيرجع تاني ال potential difference لحد 70. طب ايه ده بقى؟ تعالي كده نتكلم في الحته دي بالظبط بالتحديد. دي اسمها the hyper polarization، يعني هو عشان يبقى polarized negative 70 more than polarized بينزل عن نيجاتيف 70 شويه، وده بقول عليه ان الممبرين از هايبر بولارايزد، يعني بولارايزد اكتر من اللازم. طيب ايه السبب في حاجه زي دي؟ هنا البوتاسيوم ايون شانلز او هما الجيتد اتقفلوا، بس لازال البوتاسيوم قاعد بيعمل ديفيوجن باك تو ذا انسايد اوف ذا ممبرين، وبيستمر ده لفترة معينة، وبعد كده بيرجع كل حاجة طبيعية تاني زي ما كانت. طيب ايه بقى موضوع، عايزة اوضح بس نقطة هنا، خليني اجيب another picture وبعد كده اجيلك على الريفراكتوري بيريود والكلام ده. بصي كده يا سلام، انا عندي هنا ثلاث انواع من الستيمولاي،
واحد منهم طبعا انا هنا عندي الريستنج بوتنشال اهو، الريستنج بوتنشال اللي هو نيجاتيف 70 ده هنا، سوري نيجاتيف 70 ملي فولتس، ومفروض هنا يبقى عندي البوزيتيف 40 ملي فولتس. تمام، لو كان الريستنج بوتنشال اهو ووصل للاكسون ويك ستيمولس، الويك ستيمولس معناه ايه؟ معناه ان في كميه بسيطه من الصوديوم جيتد شانلز هتفتح. هل ده هيدخل لي صوديوم كتير؟ لا، لان انا عندي الصوديوم شانل جيتد دول شانلز كتير، كميه بسيطه منهم فتحت عشان الستيمولس از ويك، ما هو السترينث اوف ذا ستيمولس هو اللي بيفتحهم كلهم. فلما يكون الستيمولس از ويك فكميه بسيطه اللي بتفتح، فهيدخل لي كميه بسيطه من البوتاسيوم من الصوديوم سوري. فبقول ان حصل للممبرين سم ديبولاريزيشن بس مش كافي عشان يوصل لي البوتنشال ديفرنس تو 40. طب هو لازم يوصل ل 40 عشان يعني البوتاسيوم سوري الصوديوم لازم يوصل لكميه معينه عشان يبدا الاكشن بوتنشال؟ يس، كميه الصوديوم لازم توصل تو ليفل بقول عليه ذا ثريشولد ليفل عشان يقدر يعمل لي الاكشن بوتنشال. يبقى لما يجي ويك ستيمولس يدخل كميه صوديوم ايونز قليله، فمعنى كده ان ذا نفس الامبلس او الصوديوم ايونز مش كافيه ان هي توصل البوتنشال ديفرنس تو ذا ثريشولد ليفل. عشان كده الامبلس بيبقى ضعيف جدا مش كافي انه يعمل لي ان اكشن بوتنشال. اوكي طيب، what if the membrane received a strong stimulus؟ ال strong stimulus يبقى معنى كده ان many sodium ions will open gated channels. طبعا انا كل شويه بقول عليها sodium ions، sodium gated channels will open يبقوا عددهم كتير، فهيدخل كمية صوديوم كتير enough ان هي توصل للثريشولد ليفل في البوتنشال ديفرنس. فما دام وصلنا للثريشولد ليفل يبقى معنى كده الاكشن بوتنشال ممكن تتعمل. يبقى ده كده with strong stimulus، الويك stimulus nothing will happen ولا كأنه جه، لان البوتنشال ديفرنس ما وصلش الليفل الثريشولد اللي على اساسه يبدا للاكشن بوتنشال. طيب what if a very strong stimulus arrived؟ ولا حاجه، كانه ده، وده اللي احنا بنقول عليه the all or nothing response. لو الستيمولس واطي مفيش nothing will happen. لا، اي ستيمولس مهما كانت قوته بيديني the same potential difference او the same action potential. ما دام عدى الثريشولد ليفل يبقى هيدينا الاكشن بوتنشال اللي مش بتزيد عن بوزيتيف 40 ملي فولتس البوتنشال ديفرنس فيها. فده اللي احنا بنقول عليه ذا اول اور ناثينج ريسبونس،